البابا بنيديكتوس السادس عشر أشرف على آخر اجتماع عام له بمقر الفاتيكان بحضور حوالي 100,000 شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس. وقد قام البابا بجولة في الساحة بسيارته وسط الهتافات، فيما رفع الحضور لافتات كتبت عليها كلمة شكرا بكل اللغات. وقال البابا في كلمته التي توجه بها إلى أتباع الكنيسة الكاثوليكية: طوال الأشهر الماضية شعرت بأنني لم أعد أملك القوة الكافية. سألت الله في صلواتي أن يمنحني القوة لاتخاذ القرار الصحيح، القرار الصحيح الذي يخدم مصلحة الكنيسة وليس مصلحتي الشخصية. البابا بنيديكتوس السادس عشر توجه كذلك بالشكر إلى مساعديه في الفاتيكان. لم أشعر أبدا بأنني أتحمل هذه المسؤولية بمفردي، فقد وجدت إلى جانبي أناسا ساهموا بحبهم وعطائهم في خدمة الكنيسة وساعدوني على أداء مهامي. دون أي مراسم احتفالية سينهي البابا مهامه هذا الخميس بحدود الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي، بعد حفل قصير لتوديع الكرادل الموجودين الآن بروما.